بشرى سارة لأصحاب المعاشات، صندوق تكافل وصرف 100,000 جنيه في حالة الوفاة. أهلا بكم، أدعوكم للاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلكم كل جديد، ولا تنسى دعم المقطع بلايك. التفاصيل من موقع الوطن، وتحديدا يوم السبت 26/6/2021، خبر بعنوان بشرى سارة لأصحاب المعاشات، صندوق تكافل وصرف 100,000 جنيه في حالة الوفاة. في تحرك عاجل من اتحاد أصحاب المعاشات بشأن الخدمات المقدمة للمعاشات، تقدم الاتحاد للحكومة بمقترح لإنشاء صندوق تكافل، وكشف عبد الله أبو الفتوح رئيس اتحاد أصحاب المعاشات عن أبرز ما جاء في الاجتماع الذي التقى من خلاله باللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية قائلا: اتحاد أصحاب المعاشات تقدم بمقترح بهدف إنشاء صندوق تكافل لأصحاب المعاشات. وأضاف عبد الله أبو الفتوح في تصريحات خاصة لموقع الوطن إن الهيئة رحبت بالمقترح الذي تقدم به اتحاد أصحاب المعاشات، وأكدت على دراسته في أقرب وقت، موضحا إن أبرز ما جاء في مقترح الصندوق صرف مبلغ لا يقل عن 100,000 جنيه في حالة وفاة صاحب المعاش. وتابع قائلا إنه إذ اشترك صاحب المعاش لمدة 5 سنوات في الصندوق تبدأ منذ سن التقاعد، يكون له الحق في صرف 50% من قيمة المكافأة المقررة من الصندوق، كما سيتم الصرف منه في حال الزواج أبناء صاحب أو صاحبة المعاش أو في حال وفاة أي أحد من العائلة. ولفت عبد الله أبو الفتوح رئيس اتحاد أصحاب المعاشات إن ضمن الأشياء التي جاءت في اختصاصات صندوق التكافل هو المساهمة في أداء فريضة الحج والعمرة، موضحا أنه من المفترض أن تساهم الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية في الصندوق بنفس نسبة صاحب المعاش. وقال عبد الله أبو الفتوح رئيس الاتحاد أصحاب المعاشات إنه سيتم إنشاء صناديق للرعاية الصحية حتى تكون مظلة طبية لأصحاب المعاشات في حالة العلاج أو إجراء العمليات، مؤكدا إنه تم تجهيز المقترح الذي تم تقديمه للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية في 3 شهور، وأنه تم الاستعانة بالصناديق المشابهة في بعض النقابات وكذلك الشركات. Thank you.
إن أعجبك الفيديو عزيز المتابع، من فضلك قم بالاشتراك في القناة بالضغط على زر الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، ولا تنسى دعم المقطع بلايك. شكرا على المشاهدة. الرجاء دعم المقطع بلايك حتى يصلك كل جديد. إلى اللقاء في فيديو آخر.